السلام عليكم متشبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيح لاباس، كلشي بخير الحمد لله. اليوم ان شاء الله بدون ما نطولش عليكم مقدمه، غادي نشارك معكم واحد الكيكه يا المتشبعين. واحد الكيكه غادي نساو كاع كيكات اللي مولفين تطيبوهم، وكاع الكيكه اللي كتعرفوا غادي تنساوهم، وغتبقاو معتمدين على هاد الكيكه هذه، لانها كيكه كتجي راه ما نقولش لكم، راه ما نقدرش نشكر لكم هاد الكيكه، تجربوها بنفسكم، واخا تكون مبتدئه، سمعي، واخا تكون مبتدئه وتجربي هاد الكيكه غادي تصدق ليك. وهانا وهانتي ورجعي عندي لي كومونتير وقولي لي شنو كاين. واخا تكوني كما قلت لك اول مره غادي تصايبي كيكه، غادي تصدق لك هذه الكيكه هذه. وان شاء الله دابا ما نطولش عليكم وغادي نخليكم معايا باش ندوزو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. هانتوما اول حاجه قبل ما ندوز نصايب الكيكه ديالي، خاصني نصايب المول ديالي، هذا اللي غادي نصايب فيه الكيكه. كيف ما كتعرفوا كلي كلشي تبارك ما شاء الله كيعرف هذه الطريقه هذه. هانتوما كدهنوا بشويه ديال الزبده، هي الاولى قبل ما نصايبوا الكيكه، حيت الكيكه ما خصناش نخليوها عاد نوليو نصايبوا هذا ولا شي حاجه، هذه خصنا نصايبوا الخلطه الكيكه ديالنا نلقاو هذه واجده. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نخلط هنايا الزبده. هانتوما بعد ما صايبتها بالزبده ودهنتها شويه ديال دهنتها بالزبده ورشت عليها الطحين كيف ما كتشوفوا، كنخليوها هكا هي واجده ان شاء الله. ودابا خليكم معايا، هانتوما غادي نجيبوا كاس ديال الموينه كيف كنطحنوا فيه العصير، بس نقرب لكم شويه باش تشوفوا مزيان. خليت لكم هانتوما هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنا اربعه كيف ما كتشوفوا اربعه ديال البيضات حارة المطبخ، كنديرو كلشي هنا. صافي بحال هكدا، غادي نضيف هنا كاس ديال السكر. كان ديما كنعبروا بالكاس ديال العنب راكم عارفين، وكنضيف هنايا ما ننساش واحد كبيسه تاع الملحه، غير شي شويه ديال الملحه ماشي بزاف. هاد الكيكه هادي مشبعه كتجي خطيره، وعندي هنايا هادو هما اللي باش كتجي واعره، هما هاد الفرماج مثلات، عندي هنا اربعه ديال الحبات ديال الفرماج مثلات. هاد الكيكه كما قلت لكم راه غير جربوها يا احلى متبعين ديالنا، ونتمنى ان شاء الله انكم تشجعونا كيف ما كتعرفوا شجعونا الله يخطيكم. وهانتوما كما كتشوفوا غادي نضيف هادشي كامل هنايا، ودابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نطحنوا. قلت لكم دابا غادي ندوز ان شاء الله غادي نطحنوا، وغادي نرجع معكم باش ما تسمعوش الصداع ديال المولينيك. سمحوا لي سمعتوا يا سمعتوا الصداع المتبعين، سمحوا لي. هانتوما غادي نطحنو نرجع معاكم باش ما تسمعوش الصداع. هانتوما بعد ما طحنت هذا غادي نزيد هنا كاس، عندي كاس ديال العلبه ديال الحليب هانتوما، وغادي نضيف كاس ديال الزيت، وغادي نعاود نطحنهم وغادي نرجع معاكم. هانتوما من بعد ما طحنت هاد المكونات، هانتوما عندي هنا شور حمضه وحده هكايا كتبشروها هكا بالبشاره رقيقه، غادي نضيف هاد قشور الحامض، وعندي هنا يعني العصير ديال ديك الحامضه وحده تاهي هو غير فين نديرو، وهاد الحامض مع ديك مع الفرماج عرفتي واحد كيكه. انا لما نبقى نشكرها لكم حتى تجربوها بنفسكم وغادي تشوفوا، راه انا متاكده غادي ترحموا ليا الوالدين على هاد الكيكه هاد، لانها ما غتحشمكمش كاع، ما تحشمكمش نهائيا. دابا غنعاود نطحن هاد المكونات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا دابا من بعد ما طحنت هاد المكونات هادو، دابا عندي هنا غنجيب هاد المرفش غادي نخلط، غادي نكوب هاد الخليط ديالي هذا كامل. هانتوما
اليوم انا راني غير بوحدي، المهم دراهم خارجين. وشنو قلت انا؟ قلت شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير؟ غادي يجي وغادي يبغوا يديروا كاس كروت ولا هذا. قلت شنو ندير؟ انا وجدت لهم هاد الكيكه هادي كيف ما كتشوفوا دابا هنايا، ها هما الخليط ديالي ها هو. وهنا هانتوما، هنا عندي 3 كيسان ديال الدقيق ديال الكيكه وديال الحلويات، تكون من نوعيه جيده. وعندي هنا هانتوما 3 ديال الخمارات ديال الحلوه. هادو ثلاثه الخمارات غادي نخلطهم هنا، غادي نخلط مع نخلطهم مع مع الدقيق. سمحوا لي غير صافي، غادي نخلط هاد الطحين مع هاد الخمارات. انا تشكل هكا صافي، حتى كيتخلطوا كاملين. وغادي نبقى نضيف هنايا، هادو ما كنديروش مهمين، كنخلطوا غير هكا. هادو كنبقى نضيف بشويه بشويه الدقيق، ثلاثة د المعلقات، ثلاثة د المعلقات. وانا كنخلط هاد الكيكه، انا ماني دار نصار حد الله كيقولوا لي، يعني ديما كنصايب زعما كيكات، زعما كنصاوب بزاف ديال النوعيات ديال الكيكات، ولكن كيقول لي هذه راه زعما شنو برطوليا، راه ديما كيقول لي صايبيها لنا، لان هاد الكيكه كتجي صراحه الله غزاله. انا بعدا كتحمقني والله العظيم، غير جربوها يا المتتبعين، راه من اروع الكيكات. واكو شفتو يعني دغيا كتوجد، انا كشفتو ما كملاش يعني المكونات اللي كطحنوهم في المولينكس، يعني ما كتلقاو لا صعوبه حتى شي حاجه، فقط ملي كتبقاو تضيفوا الطحين اللي كتبقاو تخلطوا هكا بيديكم. وانا كنخلط وانا كنزيد الدقيق. دابا غادي نخليكم حتى نخلطوا ونرجع معكم باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل. هانتوما صافي، باش كيكون القوام ديالها هو هذا، راكم كتعرفوا كيفاش كتكون قوام الكيكه، ما تكونش جاريه وما تجيش قاصحه هكا، باش ما تجيكمش يعني معجنه من الداخل ولا قاصحه. هانتوما صافي، هذا هو القوام ديالها، كيجي هكا هانتوما كما كتشوفوا. شفتوا يعني ما كتكونش جاريه ما كتكونش قاصحه. صافي، من بعد ما ساليت دابا غادي نجي مباشره المول، عندي هاد المولات ديالي، غادي تشدو بحال هكذا وغادي تهزو يديكم بحال هكذايا وتفرغو. صافي، هانتوما كيف ما كتشوفوا معنا، صافي الكيكه ديالنا دابا ها هي واجده. هانتوما شفتوا الكيكه. دابا غنكون قبل ما نصايبو هكا تكون شعلتو على الفران، على هكا على 180 ولا 200 درجه، كيكون سخون شويه من الفوق، كتسخنوه من الفوق من التحت. فاش كدخلوا الكيك ديالكم يعني كتخليوه عليه بوطا غير من التحت، يعني 45 دقيقه على حساب نتوما يا الفران اللي عندكم. سمحوا لي، يعني تقدر 45 دقيقه حتى 50 دقيقه يعني كتكون الكيكه ديالكم واجده وما تمشيو فين، باش ان شاء الله ما يطيب لينا الكيكه ديالنا. غادي نرجع معكم باش نوريكم باش غادي شنو غادي الاضافات اللي غادي نزيد ليها ان شاء الله. وها انتوا معايا دابا غادي ندير هذه في الفران. دابا هي الكيكه ديالنا ان شاء الله، بعد كما قلت لكم توجد، غادي نجيبها تطيب لينا ان شاء الله، وغادي نوريها لكم كي دايره ونوريكم الاضافات اللي غادي نزيد باش نعطيها واحد النكهه اللي هي غزاله ان شاء الله. وانتم معنا. ودابا المتتبعين ها هي الكيكه ديالي بعد ما وجدت. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا ما شاء الله، شوفوا شوفوا كيكه، شوفوا كيف كتفلح كيكه، لما تفلحات ما كتجيش مزيانه صراحه الله غزاله. هذه دابا هنايا راه باقا سخونه، غادي نخليها ان شاء الله هنايا حتى كتبرد، وغادي نرجع معكم وغادي نقادها معكم ان شاء الله. ودابا من بعد ما بردات لينا الكيكه ديالنا، هانتوما باش غادي نزينها من الفوق، عندي هنا ثلاثه ديال هادو ديال دانيل ديال الكراميل هانتوما، وعندي هاد الحبيبات ديال الشوكولا باش كنزوقو بهم. وانا عندي هنايا شويه ديال الكوك، نتوما قلت لكم تزوقوا اي عندكم لوز ايفيلي، عندكم كركاع، اي حاجه عندكم واش يعني تقدوا بها قدوا بها. ودابا غادي نجيب هنايا واحد الكاس فين غادي نفرغ فيه هاد الكراميل. هانتوما من بعد ما خويتو هنايا في هاد الكاس
غادي نفرغوه هنايا بحال هكا. غادي نجيب هاد العيبة هادي وغادي نعمر الكيكة ديالنا على صافي. ها كنخليها على هاد الشكل بحال هكدا هانتوما. نكلم ديروا انا ماشي مشكل هبط لكم انا ماشي مشكل صافي. هاد الكيكه هادي راه كتجي كيف ما قلت لكم كتجي غزاله صافي. كنخليو على هاد الشكل هذا. ودابا غادي نجيب هنا حبيبات ديال الشوكولا وغادي نزوق بهم على هاد الشكل. نتوما قلت لكم كما قلت لكم يعني يعني تدرسوها هكا باي طريقه بغيتو. غادي نجيب واحد شويه ديال الكوك. غادي واحد شويه الكوك هنايا وغادي نحط شويه الكوك هنا. هاد الكيكه هادي كيف ما قلت لكم غير جربوها راه غادي تبقاو ديما معتمدين عليها. وغادي تنساو الكيك ليمون فين كتوجدوا. غزاله صراحه الله مذاقها رائع. والدريساج كيبقى على حسب كل واحد والرغبه ديالو. قلت لكم تخليوها غير هكا قلت لكم ديروها غير كراميل وتحبسوا. ما غادي نزيد ودابا هذا هو الشكل ديالها النهائي. ها نتوما كما كتشوفوا معنا شوفوا كي جات تبارك الله ما شاء الله غزاله. والمذاق ما نقولش لكم المذاق راه في بان هاد الذوق هذا راسكم تذوقوها وتشوفوا كيفاش جات. وكنتمنى انها تعجبكم وغير جربوها كيفما قلت لكم غير جربوها غير جربوها راه غادي تعتمدوا عليها دائما. وغادي تنساو الكيكه اللي كل فين كتصايبوا ولا هذا وغتوليو تعتمدين على هذه. وها نتوما معنا دابا هي الكيكه ديالنا من بعد ما بردات شفتوا. دابا غادي نقطعها معكم ان شاء الله. كتخليوها حتى كتبرد مزيان هانتوما. صراحه كيكه جات غزاله والله العظيم الا جات واعره صراحه الله. شوف ربي الا ما شوفو مسبيه بلاتي هانتوما. شوفوا كيف كي جات شو صراحه الله جات واعره جات غزاله هاد الكيكه صراحه. شتي كضحكني والله مش فاهم كتقولي جربي لها بيا جوج وخلي تعطي صور. ودابا هادي هي الكيكه ديالنا كما شفتو. وكنتمنى تعجبكم هاد الكيكه ولا عجبتكم ما تنساوش من لايكات ديالكم والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف. ودابا غادي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. وبالسلامه مع السلامه.